صباح الخير يا متابعين مفتاح الفن الصباح لشركة وينز البروكر. هقدم لكم كريم مجدي اليوم 26 ابريل 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. طلعت ايجابية لمؤشر داو جونز وتماسك اعلى مستوى تاريخي ليه، وده راجع اكيد في المقام الاول بعد ان سلطت بيانات نشاطات المصانع ومبيعات البنادر الجديدة الضوء على الازدهار الاقتصادي، في حين طبعا صعود اسهم التكنولوجيا بدعم توقعات لتقارير نتائج اعمال قوية الاسبوع المقبل. دي كانت اهم الاخبار، خلونا نراجع مع بعض اهم البيانات كمان اللي ظهرت يوم الجمعة الماضية. كان عندنا مبيعات المنازل الجديدة لشهر شهر مارس اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 1,021,000، كان متوقع عليه 886,000. أيضا النهاردة كمان هنكون في انتظار بيان هام هو طلبات السلع المعمرة الأساسية لشهر شهر مارس، متوقع عليه 1.6%، والشهر الماضي كان سالب 9%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض نشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين الأداء الإيجابي ووجوده قرب على مستوى تاريخي ليه عند ال 34 طبعا 110، أداء إيجابي على مستوى كل المؤشرات زي ما احنا شايفين مع بعض. ده إيجابي على الإي إم إي، على السار، على الفلات ترند، على المتوسطات السعرية، والأهم مدى ثباته على نقطة المحورية 33700 ووجوده عليها منذ منتصف إبريل وفشله في كسرها الأسفل على الرغم من اختباره ليها أكثر من مرة. ولكن الحركة العرضية اللي احنا شايفينها طبعا نتيجة لخبطة الأوضاع على مستوى الساحة العالمية، ولكن توقعات بمزيد من الإيجابية هي الأقرب، وذلك نتوقع استمرار الأداء الإيجابي ولكن بشرط كسر ال 34110 علشان يروح ل 34425 وراها 730، مرة تانية كسر ال 110 وراها 425 وراها 730. السيناريو الآخر المعاكس هتحقق بكسر 33290 علشان يروح ل 32890 وآخر نقطة عند ال 470. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.